كابل جزيرة والمحاضرة كان عن الـ Obstructive Airway Diseases، وبالتالي اليوم إن شاء الله نكمل ونحكي عن الـ Restrictive Airway Diseases. طبعا أي بوينت في المحاضرة تحسون نفسكم تعبتوا بعد ما تفهمون ما تحسون اتس أوكي ماكو مشكلة بس بلغوني تمام. احنا إن شاء الله يعني مبدئيا هذا الأسبوع نكمل الـ Respiratory، إذا احتاجين تبقانا صفحتين ثلاثة ناخذها قبل الامتحان وما ندخلكم المادة مالتها بالامتحان. فمو احنا يعني الثلاثة مو هذا الجاي اللي بعده لازم نبدأ بمادة جديدة هي الـ Cardiovascular System تمام، وياها بايكيمستري هم نرجع نمشي اسرع. نحكي عن ريستركتيف ايرواي ديزيزز. طبعا بالبدايه خلي ببالنا شغله، ريستركتيف ايرواي ديزيز راح نقسمها الى تو بارتس، اكسترا بولمونري وانترا بولمونري. اكو ديزيزز اكسترا بولمونري يعني مثلا البيشنت مايسترينيا جريفز، بيشنت مثلا امايتروف لاترال سكليروسيس، بيشنت اوبيز، اوكي دول كلهم ممكن يجون فيتشر اوف ريستركتيف ايرواي ديزيزز، رغم انه الديزيز اللونج اتسيلف ما عندي مشكله بيها. بالمقابل اكو ديزيز اسميها انترا بولمونري اللي هي ما يجون عباره عن انترستيشال لانج ديزيز، مثلا بولمونري فايبروسيس، ساركويدوسيس، ميديكيشن توكسيسيتي تسوي لي فايبروسيس، اكو هواي شغلات شرح ناخذها بتفاصيلها ونحكيها. فبالتالي الريستكتيف ايرواي ديزيز مثل ما شفنا واتفقنا راح يقل عندي اللانج فوليوم، فاشوف الاف في سي التوتال لانج كاباسيتي كلها ريزجوال فوليوم كلها راح تقل. لكن الميزه المهمه بالبولمونري فانكشن تيست راح اشوف الاف اي في 1 والاف في سي تقل بنفس النسبه تقريبا، فاشوف الريشيو تكون يا اما نورمال يا اما تكون اليفيتد، فبالتالي خلي ببالي هذا الشيء. طيب بالاضافه لهذا قلنا البيشنت عاده ممكن يصير عندهم شنو يحاولون يصير عندهم ادابتيشن هذا الشيء فياخذون شالو بريذنج، وهذا الشيء حكينا عنه بالمحاضره السابقه. طيب شنو التايبس اوف ريستركتيف لانج ديزيزز؟ عندي التايب الاول اللي هو عباره عن مشكله بالميكانكس اوف ريسبيريشن، مشكله اكسترا بولمونري مو لانج اتسيلف، فاشوف الديفيوجن لانج كاباسيتي يكون نورمال، اشوف الاي اي جريدينت تكون نورمال. ليش؟ لان لانج اتسيلف الاكسشينج الغاز اكسشينج وهاي كلها تمام ماكو مشكله، لكن المشكله اوتسايد ذا لانج. مثلا عندي مشكلة بالريسبيراتوري مصل ويكنس نتيجة البوليو فيروس حكينا عنه بالمايكرو، نتيجة المايسترينيا جريفز اوكي وحكينا عنها سبق، وين حكينا بالماسكولوسكيليتال نتيجة جليان باري سيندروم حكينا عنه بالمايكرو، ونرجع نحكي عنه ان شاء الله بعد من نحكي عن النيورو، كذلك امايتروف كلاترال سكليروسيز الاي ال اس اللي حكينا عن ان شاء الله راح نحكي عنه بالنيورو بتفاصيله. بالمقابل ممكن نتيجة chest wall abnormality يعني مثلا patient عنده scoliosis أو patient of very obese كلهم ممكن يصير عندي مشكلة feature تشبه restrictive airway disease لكن هي extra pulmonary، فأشوف the diffusion lung capacity of carbon monoxide، أشوف the AA gradients تكون normal، فهذا الشيء أخلي ببالي وما أنسى. لكن ممكن أكو disease itself باللنج itself هاي أسميها interstitial lung disease أو parenchymal lung diseases، راح أشوف diffusion lung capacity of carbon monoxide قليل، من حكينا عنه يكون الدلكو إذا صح التعبير أيضا قليل من obstructive airway disease، بس مجرد حتى نتذكر بالضبط إنفيزيما قلنا راح تكون قليلة تمام كل الزين. إضافة إلى هذا الـ AA gradient تكون elevated وهذا الشيء اتفقنا عليه من حكينا عن الفايبروسيس وشو راح يأثر على الغاز exchange وشنو الـ AA gradient، فأعتقد هذا الشيء بالنسبة لكم فد شيء منطق وفد شيء لوج وفد شيء common sense ما يضيف لكم شيء جديد. طبعا الـ diseases اللي هي interstitial lung diseases تشمل النيموكونيوسيس، وإن شاء الله راح ناخذه موضوع منفصل، ما أدري هن إذا لحق ناخذه اليوم اتس أوكي ولا ما تصور تصور المنوصل راح تتعبون، فناخذ اليوم او المحاضره الجايه اللي هو النيموكونيوسيس اللي يشمل مالتيبل ديزيز سيليكوسيس اسبستوسيس الكول وركر نيموكونيوسيس كلها ناخذها. الساركويدوسيس اللي راح ناخذه ان شاء الله بعد شويه اللي راح يجيك البيشنت عنده بايلاترال لنف ادينوباثي بالهالم بالتحديد عندهم نيكازيتين جرانيلوما يصير عندهم اليفيتد للانجيوتنسين كونفرتنج انزيم عندهم اليفيشن للكالسيوم اوكي، طبعا عندهم مالتيبل مانيفستيشن راح ناخذها بتفاصيله. الانذر ديزيز هو ايديوباثيك بولمونري فايبروسيس راح ناخذه ان شاء الله اليوم. الديزيز الاخر اللي هو جرانيلوموتس وذ بولي انجايتس، هذا اعتقد سبق ان اخذناه وين من يتذكر من حكينا عن النفروتيك والنفرتيك سيندروم والرينال ديزيزز حكينا ويا النفرولوجي اذا تتذكرون، ومع هذا راح نرجع ان شاء الله ناخذه وين بالكارديو فاسكولار سيستم نمر عليه نوعا ما، لكن هو اكثر شيء بالضبط من حكينا عن
النفرولوجي سبق انه حكينا عليه، فبالتالي المفروض تتذكره. اضافه لهذا عندي ديزيز اللي هو لانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس. لانجرهانز سيل هيستيوسايتوسيس سبق انه حكينا عنه وين؟ مو البلمونري تايب، لكن بصوره عامه وين حكينا؟ حكينا عنه بالهيماتولوجي بالضبط. اوكي، وحكينا عنه بتفاصيله. بالمقابل عندي هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس، راح نحكيها ان شاء الله اليوم. عندي دراج توكسيستي اللي هي مثل البليومايسين، بيوسلفان، اميودارون، ميثوتريكسيت. طبعا البليومايسين، بيوسلفان، ميثوتريكسيت راح ناخذها ان شاء الله ويا الانكولوجي فارماكولوجي نحكيها. بالمقابل الاميودارون ان شاء الله نحكي بالسي في اس. اوكي، وبالمقابل عندي اكيوت ريسبيراتوري ديستراس سيندروم، راح ناخذه ان شاء الله على المحاضره الجايه نحكي عنه. واكو شيء اسميه راديشن اندوست لانج انجري، اللي هو عاده عباره عن مالتيبل سايتوكاينز يصير بها ريليز وذ راديشن. ممكن هي عباره عن تيومر نكروتيك فاكتور الفا، انترلوكين 1، انترلوكين 6. ممكن يجيك البيشنت اسمتوماتيك، ممكن يجيك ورا فتره عنده دراي كاف، ديزنيا، فيفر. اوكي، هذا البيشنت عندي تو تايبس، عندي اما اكيوت 1 اللي هو يصير خلال اقصى شيء 3 اشهر، ما بين 3 اسابيع الى 3 اشهر. اوكي، واكو كرونيك 1 اللي هو عاده راح يصير عنده فايبروسز اللي يصير افتر 6 مانث. اوكي، فاكو راديشن فايبروسز اللي هو الكرونيك، واكو اكيوت 1 اللي هو نجيني نومونايتس عاده يصير ما بين 3 اسابيع الى 3 اشهر. فبالتالي هاي الشغلات اخليها بعيده. اشوف الدفرنشال دايجنوسز عباره عن ملتيبل ديزيز اكسترا وانترا بولمونري. وحكينا الاكسترا وين حكيناها قبل ما اخذيها، وشوك نحكي قبل ما اخذيها، وحكينا عن الانترابولمنال وعرفنا هذا الزيز راح نتناقش فيها. واكو ديزيز احنا سبق وانه حكينا عنها وتكلمنا عنها. تمام، نيجي نحكي عن اول ديزيز وقلنا نحكي عنه اليوم اللي هو ايديوباثيك بولمناري فايبروسيس. هو من اسمه هو ايديوباثيك، احنا الكوز ما نعرفه، لكن يعتقدون انه هذول البيشنت يصير عندهم ريكرنت سايكل اوف انفلاميشن اوف فايبروسيس. مثلا يصير عنده نيمونيا ويطيب، يدخن ويصير عنده دامج لللنج تشو، يجي مع يعني ريكرنت سايكل اوف لونج انجري. هذا الهيلنج مالته يصير وذ انفلاميشن اند فايبروسيس. اوكي، فبالتالي يجيك هذا البيشنت يسميه ايديوباثيك بولمونري فايبروسيس. احنا ما نعرف الكوز، بس مجرد نعتقد انه هو نتيجه ريكرنت سايكل اوف انفلاميشن اند فايبروسيس. الليتولوجي مالته يقول لك ممكن يكون نتيجه للسموكينج، ممكن نتيجه للانفيرمنتال اكسبوجر سبستانس معينه، ممكن نتيجة البيشن عنده جينيتيك ديفكت فيكون سسبتبل لهذا الديزيز. راح يجيني التيبيكال فيتشر مال كل الريستركتيف اير واي ديزيز اللي هو يجيك البيشن ديزنيك، يجيك البيشن ممكن عنده فتيك، عنده نان برودكتيف كاف، عنده كراكلز، عنده كلابينج. يعني كل هذه الفيتشر نان سبيسيفيك اشوفها باغلب الانترستيشال لانج ديزيز. اضافه لهذا راح اشوف الفيتشر المهمه كلش بالايمجنج تكنيك اللي هي الكاني كام ابيرنس، كلش نخليها ببالنا. اوكي، اللي هي هذه الصوره اللي قدامكم تشوفون، هذه مثل الخليه مال او خليه مال نحل. اوكي، تشوفون الصوره مالتهم شلون قاعده شلون قاعده. اعتقد هاي اي واحد من عندكم رايح باماكن مثلا على مزارع على شيء راح يشوف هاي، اكيد شايف هاي الصوره. اوكي، فبالتالي هي هاي بالضبط، او حتى لو بالافلام الكرتون شايفيها. اوكي، فبالتالي خلي ببالي هي شنو هذا الهاني كام ابيرنس اللي اشوفه، وين اشوفه بالايديوباثيك بالمونر فايبروس، واغلب على فكره بالستيبيرويد ديزيز ممكن اشوفه. اوكي، طبعا الهيستولوجيكال اذا اخذ بايوبسي ممكن شنو اشوف؟ يقول لك ممكن اشوف فيتشر اوف انترستيشال نيمونيا. طبعا الكومبليكيشن مال بالمونر فايبروسيس انت ممكن يصير اكسسيف فايبروسيس، فبالتالي ياثر على البلد فازلز فيجيك البيشنت بالمونر هايبرتنشن. ممكن later on excessive fibrosis ممكن يأثر على lung function فيجيك البيشنت respiratory failure. أيضا ممكن يكون risk للمالجنسي وأرذمية، وإن شاء الله ناخذ التفاصيل ونحكي عن pulmonary hypertension نعرف شلون التفاصيل، أو نحكي عن lung cancer أيضا نحكي عن هذا الشيء بتفاصيل. فبالتالي هو هذا ال idiopathic pulmonary fibrosis. أنا مجرد شيء ما أعرف شنو underlying cause، لكن راح أشوف أهم شيء الهم كام appearance، هاي الفيتشر الكام اللي هي dry cough with the crackles with ديزني. هاي كلش اخليها ببالي، خصوصا شنو ديزني اون اكزيرشن. مثلا شوف البيشنت يقول لك دائما دكتور يعني، وحتى ممكن يصير عندهم بالرأس. اوكي، فخلي ببالي هاي النقطه ما انساها. بالمقابل عندي انذر ديزيز نسميه هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس، اللي هو عباره عن ديزيز بعضهم يعتبروه تايب 3 بعضهم يعتبروه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. ليش؟ لان
الباثفيزيولوجي مالته يختلف، لكن الكي وورد اللي راح تشوفوها بالاسئله انه يجيب لك كلمه انه هو هذا الشخص يا اما مهتم يشتغل بالحقول، اوكي، او عنده طيور يربيها. دائما هاي قضيه يا اما يشوفها فارمرز يا اما يشوفها بيرد فانسيرز، يعني شنو يعني يربي الطيور، عنده مثلا جامع طيور مربيها. كلش كلمه مهمه، كلش كي وورد بالهايبر سنسيتي نمونايتس، فلا تنسوها ابدا. يجيك البيشت نفس الشيء، ديزني كاف chest tightness headache fever، يعني في specific، اوكي. لكن شنو النقطة الأساسية؟ إنه هو عادة يكون هو self limiting، لكن بشرط شنو هو؟ إنه أنت هذا ال stimulus يصير له removal. يعني البيشنت اللي يربي طيار ما أعرف شنو هو، نتوقع هذا الكوز مالته لازم يتخلص من عنده، اوكي. نفس الشيء إذا هو farmer يصير عنده exposure بالشغل لسبستانس معين يسوي هذا الهايبر سيلكشن، لازم تحاول يتجنبها قدر الإمكان. ليش؟ لان هو كلونج تيرم ممكن يصير عنده irreversible fibrosis، يصير عنده انكازيتنج جرانيولوما، اوكي، ويوصل لمرحله ممكن يصير عنده برونكيكتسس نتيجه لهذا الريبيرتد باوت اوف هايبر سنسيتي رياكشن. فاخلي ببالي هاي النقطه، الكي وورد مالته انه هو فارمرز اور بيرد فانسيرز، هاي كلش مهمه ما انساها واخليها ببالي، وكلش كي وورد لهذا الديزيز. تمام اطباء لي حد عندكم سؤال؟ لو اوكي، حتى نجي على الديزيز اللي هو كلش هاي 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 مش قد ما تتصورون، كلش هاي الساركويدوسيس، اوكي. تمام اوكي، ماكو مشكله، بدي استخدم هذا الستيك شو اسمه شو اسمه الايموجي او الرياكشن، ماكو مشكله، المهم نعرف انه ده تفهمون. الساركويدوسيس، شوف الساركويدوسيس اكو كي وورد ما انساه، يجيب لك ايش اسمه عادة فيميل، هي باليانج ميدل ايج، اوكي، وبنفس الوقت هي بلاك فيميلز او افريكان فيميلز، هاي افريكان امريكان، هاي كلش كي وورد. يجيني كيس يعني مباشرة اني الكيس قاعد اقرا مثلا كذا، مثلا 30 يير اولد فيميل بيشنتس، بلاك فيميل بيشنتس، اوكي، وياها جتني ديزني وما ادري شنو، بدون ما اكمل هذا السؤال اقول موست هذا ساركويدوسيس، خلينا نشوف ايش يسال عن الساركويدوسيس. فبالتالي هاي لا تنسون هذا الشيء، بلاك فيميلز، لا تنسون، كلش مهمه هاي الكلمه وتفيدكم، اوكي، خلوها ببالكم. طبعا الساركويدوسيس كلش هاي، ليش؟ لان الها مالتيبل مانيفستيشن، الها مالتيبل مانيفستيشن على مالتيبل اورجان سيستمز، اوكي، فبالتالي لازم اخليها ببالي واعرفها. هو عباره عن اميون ميدييتد ديزيز، يكون بيه الفيتشر مالته شنو هو؟ اذا كان اشهر ديزيز بيكازيتين جرانيولوما هو التي بي، فاشهر ديزيز تنسال عنه بينان كازيتين جرانيولوما هو الساركويدوسيس. راح اشوف بينان كازيتين جرانيولوما، وهاي الجرانيولوما اعتقد صارت مستهلكه من الجنرال باثولوجي، حكينا عنها هوايه. اضافه لهذا راح اشوف بي اليفيتد اي سي اي ليفل، طبعا الاي سي اي الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم، اوكي، راح يكون بي اليفيتد، وبنفس الوقت راح اشوف زياده بالسي دي 4 سيل ريشيو سيلز، فبالتالي الريشيو مال سي دي 4 على سي دي 8 راح اشوفها اليفيتد، وهاي النقطه ايضا تسالون عنها لا تنسوها. اتذكر اتصور بستيب 2 سي كي هذا السؤال، ما ادري او ستيب 1، بس اتذكر كان اكو سؤال انه اجيت بيشنت عند يعني فيتشر مال ساركويدوس وقال لك شنو تتوقع بي اليفيتد، في واحده من الجواب انه تختار سي دي 4 على سي دي 8 ريشيو، فلا تنسون هاي النقطه كلش مهمه تخلوها ببالكم، اوكي. هاي شلون بالبرونكو الفيولار لافاج، مثل ما قلنا كمان اشوفها بالبلاك فيميلز، اوكي، ممكن يكون اسيمتوماتيك، اوكي، ممكن يجيك بيشنت فقط باللارج لينف نود، تشوفون هاي، تشوفون هنا، تشوفون نفس الوقت هنا، هاي كلها اللارجمنت، هاي عباره عن لينف نود، هاي لينف ادينوباثي. التشيست اكس راي راح اشوف بايلاترال ادينوباثي، اوكي، والريتيكولار اوباسيتي، تشوفون هنا هاي طبيعيه الاوباسيتي كلها، طبعا لا، اوكي. اضافه لهذا السي تي سكان راح اشوف شنو، راح اشوف اكستنسيف هايلر اند ميديستانال ادينوباثي، واعتقد الصور بين التشيس اكس راي والسي تي سكان كلش واضح وواحد ما يغلط فيه. فبالتالي اخلي ببالي مما سبق انه بلاك فيميل بيشنت اجتني بريسبيرتوري مانيفستيشن، اتوقع الليفيتد سيرم اي سي ليفل، اتوقع السي دي 4 سي دي 8 ريشيو ايضا الليفيتد، اتوقع اضافه لهذا راح اشوف هايلر لنف ادينوباثي، ما انسى هاي النقطة كلش مهم اخليها ببالي. طيب شنو اشوف فيها another manifestation؟ ممكن يجيك البيشنت في facial nerve palsy، هاي خلوها ببالكم، اوكي، الساركويدوسيس ممكن يجيك بال palsy، اضافة لهذا ممكن يجيكم باي manifestation uveitis،
ممكن يجيب جرانيولوما اللي هي انكازيتنج، هذا حكينا عنه. اوكي، وهاي الجرانيولوم من اجي اباوع عليها راح اشوف بيها شيء كلش مهم. طبعا شاومان بادي اوكي، لكن اهم شيء هو استيرويد بادي. بس راح نشوف هذا الصوره مالته. هاي هي تشوفون، هاي استيرويد بادي يسموها، راح اشوفها وذن ماكروفيج، كلش مهم اخليها ببالي، يحبوها كلش بالساركويدوسيس فما انسى. اوكي، اضافه الى هذا ايش راح اشوف البيشنت؟ راح اشوف عنده عباره عن سكين ليجن يشبه البتر فلاي ابيرنس اللي نشوفها باللوبس. اوكي، يسموها لوبس بيرنيوم، فخليها ببالي. ممكن يصير عندهم ريستريكتيف لانج ديزيز، فبالتالي احنا لهذا اللي نحكي عنه باللانج ديزيز. ممكن يصير عندهم اريثيما نودوزم، واللي يتذكر من عندكم من حكينا وين حكينا الاريثيما نودوزم، وقلنا نفكر بالساركويدوسيس يا سيستم بالدرماتولوجي. بالضبط حكينا عنها، وقلنا واحده من الديفرنشال دايجنوسيس اللي نخليها ببالنا اللي هي ساركويدوسيس. اوكي، ممكن يجيك بارثروباثي روماتويد ارثرايتس لايك ارثروباثي. النقطة الأخرى اللي سبق أنه حكينا عنها بالساركويدوسيس، من حكينا عن الهايبر كالسيمي، تذكرون هذا الشيء، وحتى حكينا بوقتها الباث فيزيولوجي مالتها، وقلنا بعدين نرجع نشرحها مرة ثانية. تذكرون الفيتامين دي كان يحتاج تو هايدروكسيليشن رياكشن، صح لو لا؟ اللي هي 25 والفا 1، صح لو لا؟ حتى يصير داي هايدرو كاليكالسيفيرول، صح لو لا؟ فبالتالي لقوا انه الماكروفاج احيانا عندها اكتيفيتي اوف الفا 1 هايدروكسيليز. الماكروفاج هذا الفا 1 هايدروكسيليز راح يزيد لي، يسوي لي اكتيفيشن للفيتامين دي، والفيتامين دي احنا نعرف علاقته ويا الكالسيوم، عشان يزيد لي الكالسيوم ابزوربشن. اوكي، فبالتالي البيشنت اللي عنده ساركويدوسيس نتيجه ان انكازيتنج جرانيولوما وزياده الماكروفاج، الماكروفاج عندها اكتيفيتي اوف الفا 1 هايدروكسيليز، فبالتالي ممكن يجيك البيشنت عنده هايبر كالسيميا نتيجه الاكتيفيشن اوف فيتامين دي. اخلي ببالي هاي النقطه. طبعا التريتمنت ممكن نستخدم ستيرويد، وما اريد ندخلكم بالقصه، لان ستيرويد بانديكيشن معينه، اذا مانفستيشن معينه ماثر على سيستم معين يلا انطي ستيرويد، مو كل كيس انطي ستيرويد. اوكي، فبالتالي يقول لك انه هو اف سيمتوماتيك، لا اكو تفاصيل اكثر، بس هاي المواضيع ستيب 2 سي. واضحه اطباء الساركويدوسيس؟ هاي الاشياء كلش مهمه تخلوها ببالكم ما تنسوها، اللي هي هاي قضيه انه الاي سي اي ليفل اليفيتد، الكالسيوم ليفل اليفيتد، سي بي 4 سي دي 8 ريشيو اليفيتد، المانيفستيشن مالته بلاك فيميل، هاي كلش مهمه اخليها ببالي وما انساها. تمام، مو مشكله، عادي ادز لكم اياها الصوره بعد المحاضره مال الاسترويد بادي، واللي يحب ياخذ هسه سكرين شوت هم ماكو مشكله. تمام، اوكي، نجي هنا على هاي الصوره اللي راح تلخص لي الاوبستركتيف فيرسز ريستركتيف اير واي ديزيز، الابروتش مالتي شلون. اول شيء شلون افرق الاوبستركتيف من الريستركتيف؟ الاوبستركتيف اتفقنا انه الريشيو راح تكون ليس ذان 70 او 80%، طبعا هي تقل. اوكي، نورمال هي 80، اشوفها قلانه، طبعا حسب ايش قد ما تقل اكثر كل ما كان ديزيز مور سيفير، واعتقد هذا تتذكروا من ايام من كنتوا اخذته بالكلينيكال او بالميديسن الاوبستركتيف اير واي ديزيز. بالمقابل الريستركتيف راح اشوف الريشيو مالتي نورمال. اوكي، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطة كلش مهمة. طبعا هنا دا يقول لك التوتال لانج كاباسيتي تقل. اوكي، لكن احنا موضوعنا، موضوعنا اجي اشوف اسوي سبايرومتري. اوكي، اشوف على اساس الاف اي بي 1 على اف بي سي شنو الاخبار؟ قلانة اقول هاي اوبستركتيف، نورمال اقول هاي او زيادة هاي ريستركتيف. تمام، اجي وراها على الخطوه الثانيه اللي افرق بين الاوبستركتيف، اسوي ريفيرسبل تيست وذ برونكو دايليتر، انطي برونكو دايليتر. هذا البيشنت صار له امبروفمنت اقول هذا الاسم، ما صار له امبروفمنت اقول هذا السي او بي دي. طيب السي او بي دي شلون افرق بيناته؟ على الديفيوجن لانج كاباسيتي اوف كاربون مونوكسيد، اذا ريديوس هاي امفيزيما، اذا نورمال هذه كرونيك برونكايتس. بالمقابل جيت وشفت ايش اسمه الاف اي في 1 على اف بي سي نورمال، اشوف الديفيوجن لانج كاباسيتي او اشوف الاي اي جريدينت حتى افرق هل هذه اكسترا بولمونري او انترا بولمونري، هل هي بارانكايمال او نان بارانكايمال. الدي ال سي او تقل بالبارانكايمال، بالمقابل تكون نورمال بالنان بارانكايمال اللي مثلا بلورال ديزيز، تشيست وول، مثل انكلوزد سبوندلايتس، سكوليوسيس، اوبيزيتي، نيورو ماسكولار. بالمقابل حكينا عن الانترستيشال لانج ديزيز بتفاصيله.
واضحه اطباء لحد الان الاوبستركتيف والريستركتيف اير واي ديزيزز. لا زين مشينا بسرعه. اوكي احنا بكل الاحوال ان شاء الله اليوم راح نحل تقريبا 11 سؤال على الريسبيراتوري سيستم مثل ما اتفقنا. اوكي اوكي خلينا نحكي على الانهيليشن انجري اند اتس سيكوالز. طبعا الانهيليشن انجري والله صراحه هذا الجدول من مصدر مال كلينيكال، يعني مو اتصور يعني اخذته من جوجل مو من شو اسمه من كتاب معين. اوكي بس كمصدر تجدون هذا الكتاب، يعني هاي المفروض كان اشيل هاي التيبل بس صراحه مرات ما انتبه هاي يعني. اوكي كان المفروض اشيلها يعني الغيها بالصوره، بس المصدر اخذته من جوجل صراحه مو من كتاب معين، يعني هذا مو مال ستيب 1 بصوره عامه، هذا الابروش مال ستيب 2 سي كي يعني يفيدكم. اوكي بس قلت واحد ياخذ تستفيدون من عنده. انت ما راح تنسال انوبيشن سوينا ريفيرسبل سيست وطلع الدي ال سي او، هالقد ما راح تسالون بهاي التفاصيل، لكن كمعلومه زايده حتى تعرفون شلون الابروش مالكم وترتبون معلومات، لان هذا الابروش الغرض منه مو فقط ابروش لكم يفيدكم، انما ترتبون المعلومات اللي حكيناها عن كل ديزيز، شو وقت الدي ال سي او، شو وقت ريفيرسبل، هاي التفاصيل تمام. طيب الانهيليشن انجري طبعا احنا دائما نسمع خصوصا بالبيرن، يعني اي واحد منكم مداوم او حتى لو مو مداوم طوارئ، اي واحد من عندكم قاري محاضره بيرن، واحده من الانديكيشن للبيشنت الدخله للمستشفى شنو هو؟ اذا يقول لك اذا كان عنده بيرن حول مثلا الاورال كافيتي والنيزل كافيتي. بنفس الوقت واحده من الانديكيشن نسوي تريكال انتوبيشن للبيشنت، يتوقع كان اكو فد انجر للاير واي بحيث راح يصير بعدين اوديما، صح لو لا؟ فبالتالي الانهليشن انجري هو فد شيء كلش مهم نشوفه هواي بالبيرن بيشنت. يجيني هو ككومبليكيشن اوف ابنورمال ستيمولاي. اوكي ممكن يكون نتيجه سموك مثلا بالهيت فاير صار اكو. اوكي ممكن تجيني بارتيكل سمول بارتيكل توصل للديستال اير واي اللي يكون سايز مالتها از 1 مايكرو ميتر بالدايمتر، ممكن نتيجه الاريتيشن معين. هذا بصوره عامه راح يصير عندي انفلاميشن بالتريكيا وبالبرونكاي، ممكن تجيني اوديما. طبعا احنا كلش نخاف من اللارنجيال اوديما، ليش؟ لان بعدين راح اسوي لك اوبستركشن بالاير واي وبعد ما تلحق على المريض وتفقده. اوكي فبالتالي هذا دائما نحاول مرات بنحس انه اكو ريسك اوف انهيليشن انجري قبل تسوي لي اندوتريكال انتوبيشن. اوكي ممكن البارتيكل هذه توصل تسوي لك نيمونيا، ممكن تسوي لك سباتر ديستريس سندروم، مشان نحكي عن التفاصيل على المحاضره الجايه. البيشنت عاده تبكر فيتشر يجوك نتيجه البير، لكن ممكن نتيجه الكربون مونوكسيد، نتيجه السيانايد، نتيجه الارسنك اكسبوجر. اوكي النقطه اللي تخلوها بالكم شنو راح اشوف دائما يحبون تعرفوا، وهي انه بالبرونكوسكوب راح اشوف عندي سيفير اوديما وذ كونجستشن. اوكي هاي النقطه كلش مهم اخليها طبعا وذ سود ديبوزيشن، يعني دي ابنورمال ماتيريال دي يصير بيها ديبوزيشن. اوكي دي تشوفونها هاي الصوره بدي اشوفها. اوكي وطبعا البيشنت عاده ممكن يصير اذا مثلا مينيمال ليجن ممكن بيصير له ريزوليوشن، تشوفون انتم مثلا حاليا هذا الديبوزيشن اوف ابنورمال ماتيريال، بدي اشوف شلون بدي صار الاير واي الكلر مالته. ها وهذا بالمقابل الصوره الثانيه ورا الانجري وراها ب 11 يوم شلون صار له امبروفمنت. لكن النقطه الاساسيه من اشك بانهيليشن انجري انه النقطه المهمه احافظ اسوي بروتكشن للاير واي، ممكن اسوي اندوتريكال انتوبيشن ايا إن كان، فبالتالي خلوها ببالكم. طبعا هو هذا الموضوع لويل قليل عليه اسئله بالستيب 1، لكن مع هذا باعتبار مذكور بالفيرست ايد واحد يذكر، لكن قليل كلش عليه اسئله. لكن خلوا ببالكم بالانهيشن انجل التارجت مالتي اسوي بروتكشن للاير واي. طيب هنا سؤال فرصه نراجع السايز هيج حجم وين توصل البارتيكل ممكن؟ يعني المفروض منو يواجهها من الاير واي؟ هل السيلياري موفمنت؟ هل مثلا يصير بيها ترابنج بالبروكسيمال اير واي؟ بالضبط هيج سايز المفروض عن طريق الماكروفيج، تمام كل زين يعني تتذكروه. اوكي ماكروفيج بالضبط ممكن توصل للالفيلاي صح، فبالتالي الماكروفيج هي اللي تواجه كل السن تمام. تعبت لو نحكي عن نيموكونوسيس براحتكم، طبعا المفروض البريليوسيس عندها مرتين بس ما ادري شلون اليوم لاحظتها من داخل سكرين شوت للمحاضره لاحظت انا عندها مرتين بس اوكي تمام. هو نكمل عاد انا ما اقول هيك لان بعد وقت. النيموكونيوسيس عبارة عن جروب اوف ديزيزز، الميزة المهمة مالتها شنو؟ انه انا يصير عندي اكسبوجر لسبستانس معينة، هاي السبستانس راح تسوي لي مانيفستيشن تختلف حسب
اللي هم تعرفون بالنيمو كونيوسيس شنو مال؟ تعرفون انه كل ماده وين موجوده، يعني وين اشوفها مثلا؟ مثلا اسبستوسس اتوقع اشوفها بشخص يشتغل شنو مثلا؟ مثلا كول وركر نيمو كونيوسيس اتوقع بيشن سالكس بلاجر شنو؟ السيليكوسيس اتوقع، طبعا هي اهم اثنين الاسبستوسس والسيليكوسيس كلش مهمه، ليش؟ لان علاقه الاسبستوسس بالمالجنسي، علاقه السيليكوسيس بالتيبي، هاي اشهر اثنين كلش دائما تجي عليها اسئله، احنا ان شاء الله راح ناخذها كل التفاصيل. نيموكونيوسز عادة عندي مالتيبل ديزيزز، أول واحد مثلا الأسبستوسز، يقول لك دائما الأسبستوسز ترى يستخدموه عادة بالبيوت، يستخدموه كمادة عازلة، أوكي؟ يستخدموه بالروف بالسطح، أوكي؟ فخلي ببالك إنه هو بالروف صح يستخدموه، لكن يأثر البيز مال لانج، يعني يأثر على اللور لوب، أوكي؟ بالعكس. بالمقابل عندك السيليكا والكول، أوكي؟ عادة من ياخذوها من البيز من الايرث، اوكي؟ يعني مع السيليكا مثلا موجودة من القاوية للتراب، اوكي؟ فبالتالي بالمقابل هي راح تأثر وين؟ على الروف، حتى وين يعني نقصد على الابر لوب. فبالتالي حتى ما تنسى انه اللي يستخدموه بالعزل بالبيت هو الاسبستوس بالسطح، يأثر على البيز اوف ذا لان يعني اللور. بالمقابل ناخذها من الارض راح تأثر على الابر بارت اوف ذا لان اللي هي نقصد بها الروف مال لان، حتى ما ننسى هاي معادلة القصة وما ننسى ونخليها ببالنا. بالإضافة لهذا السيليكوسيس بين قوسين لها علاقة بالتيبي، والتيبي موجود بالأبر لوب، فبالتالي هم ممكن ما أنسى هاي النقطة. نيجي نحكي عن الأسبستوسيس أو أسبستوس ريليتد ديزيزز. هي عبارة عن ديزيزز، أوكي؟ راح يجين البيشنت ممكن بولمونري فايبروسيس يعني ريستركتيف ايرو ديزيزز، ممكن يجيني بلورال ديزيزز، ممكن توصل فقط بلورال بلورايتس، ممكن يدخل البيشنت بميزوثيليوما مالجنسي او برونكوجين كارسينوما، كل هاي ممكن يجي. اشوف عاده من هو التيبيكال كيس سيناريو حتى ما انساها، هم الناس اللي يشتغلون بالشيب بولدنج، هذول اللي يعني اللي اسمه صناعه السفن وهاي الشغلات، او بالروفنج او بالبلمبنج. يعني شو يقصدون بلمبنج؟ يعني يقصدون هاي اللي يشتغلون هاي المواد اللي اسمها البواري مال المي، هيجي هاي اللي يسموها، اوكي؟ طبعا الميزه مالته وكلش هاي باثجنومونيك ويحبوها كلش، انه شوف عندي بالبلورا اكو ليجن يسموها بلورال بليك، كلش يحبون هذا الشيء اللي هي هاي الصوره. يعني المفروض اي هاي الصوره، اوكي؟ تشوفون انا هاي البلورا، تشوفون هنا اكو ليجن، هنا انا اكو ليجن، هنا انا اكو ليجن، هنا انا اكو ليجن، ونفس الشيء تشوفون هاي الليجن اللي قدامي، هاي البليكس كلش يحبوها بالاسبستوسس، اوكي؟ فخلوها ببالكم لا تنسوها. اشوفها بالشيب بولدنج، اشوفها بالروفنج، اشوفها بالبلمنج، هاي البيشنت اللي تيبيكال كيس يعني. يقول لك واحد يشتغل مثلا بشيب بولدنج، اوكي؟ شيب بولدنج سوري مو شيب، شيب رحت وين؟ اوكي شيب بولدنج، اوكي؟ فبالتالي جاك هذا البيشنت عنده مثلا فيتشر اوف ريستركتيف ايرواي ديزيز، دزيناه على سي تي شفنا هذا الليجن بالبلورا، قال لك تتوقع هذا البيشنت شنو عنده؟ فبالتالي خلوا ببالكم الاسبستوسس، لا تنسوه كلش مهم. طبعا الاسبستوسس اشهر شيء مشهور به انه هو يسوي لك ميزوثيليوما، فبالتالي لكن النقطه اللي تخلوها ببالكم هو انه هو يزيد لك الميزوثيليوما والبرونكوجينيك كارسينوما، بل الريسك للبرونكوجينيك كارسينوما اكثر من الميزوثيليوما. يعني اذا جاني كيس واحد يشتغل بشيب بولدنج، اوكي، وصار عنده ريستركتيف ايرواي ديزيز فيتشر، وشفت بالسيتي عندي هاي البليك، وبنفس الوقت قال لي اتوقع هذا البيشنت شو يصير عنده؟ عندي بالاختيارات ميزوثيليوما وبرونكوجينيك كارسينوما، اختار شنو اطبه؟ اختار برونكوجينيك كارسينوما. فخلوها ببالكم، لا تنسون البرونكوجينيك كارسينوما اكثر من الميزوثيليوما، فما انسى هاي النقطه. اضافه لهذا يقول لك انه زيد الريسك اوف كابلان سيندروم، طبعا كابلان سيندروم بالسي مو بالكي، اوكي؟ اللي هو عباره عن يجيك البيشنت عنده روماتويد ارثرايتس، عند نيمو كونيوسيس، اضافه الى هذا انترابولمونري نوديول. طبعا هو صراحه الكابلان سيندروم اشهر نشوفه عندهم كول وركر من نيمو كونيوسيس، مو فقط الاسبستوسيس، اوكي؟ هسه راح نحكي عنه بعد شوي. مثل ما قلنا هو الليجن افكت اللور لوبس، هاي خليها ببالي. راح اشوف اسبستس بادي اللي هي عباره عن جولدن براون فيوسي فورم رود، تشبه الدمبلز هاي اللي يستخدموها بالحديد، اوكي؟ راح اشوفها بالالفيلار سبيوتم، وهاي الصورة مالتي، أوكي؟ تشوفون هاي الصورة، تشوفون هاي الصورة، هي هاي أخليها ببالي هاي أسبستس بدي حتى ما أنساها، أوكي؟
كلش مهم أخليها ببالي. إضافة إلى هذا طبعا يقول لك إنه ممكن نشوفها تستخدم بروشن بلوستين، أوكي، ممكن عن طريق البرونكوأليفيلار، هو يزيد لك ريسك أوف بلورال إفيوجن. فبالتالي إذا بتعرف عن الأسبستواسيس أقول لك أشوفه هو عادة بالروفينج انسوليشن بقوسين، أشوفه بالشيب بولدينج، أشوفه إضافة لهذا بالبلامينج، وأخلي ببالي راح أشوفه بلورال بليك كلش مهم أخليها ببالي، ويزيد الريسك أوف مالجنسي، ويكون هو أفكت اللور لوبس. هاي الأشياء الأساسية اللي أعرفها عن الأسبستوسيس. نيجي نحكي على السيليكوسيس، بعدين نحكي على الأقل أهمية. السيليكوسيس راح أشوفها with sand blasting, with foundries, with mines، يعني دول اللي يشتغلون بالمناجم، هاي الشغلات يعني اسمها التنقيب، وهاي الشغلات أشوف بيها. عادة السيليكوسيس بمشكلة إن هو راح يسوي لي ريليز الفايبروجينيك فاكتور عن طريق شنو؟ عن طريق الاكتيفيشن اوف ماكروفيج، اوكي؟ يعني هو راح ياثر على الماكروفيج بس عندي ريليز الفايبروجينيك فاكتور. هاي الفايبروجينيك فاكتور راح يسوي لي فايبروسيس، هاي النقطة الأولى. في يجيني بيشنت برستركتيف اير واي ديزيز، هذا الباث فيزيولوجي مال برستركتيف اير واي ديزيز. لكن المشكلة الثانية لقوا إنه السيليكا بارتيكل اتسيلف راح يسوي لي ديسربشن الفاجوسوم لايسوسوم فيوجن. تذكروا احنا من حكينا عن الانفلاميشن وعرفنا انه الفاجوسوم لايسوسوم لازم يصير بيها فيوجن حتى بعدين يسوي دامج للبارتيكل، اوكي، اللي نسوي لها فاجوسايتوسيس. السيليكوسيس يسوي ديسربشن لهاي العمليه، فبالتالي امبير ماكروفيج فانكشن، فيزيد لك ريسك اوف تي بي. فخلوا ببالكم هاي النقطه كلش مهمه. ليش يزيد ريسك اوف تي بي؟ لان هو يسوي ديسربشن للفاجوسوم لايسوسوم فيوجن، فبالتالي امبير ماكروفيج فانكشن. واحنا نتذكر الماكروفيج ايش قد امبورتنت حتى تسوي لي ليميتيشن للتي بي وتسوي لي هاي الجرانيولوم، وحكينا عنها بتفاصيل. فبالتالي زيد الريسك اوف تي بي، اضافه لها ممكن زيد الريسك اوف مالجنسي، ريسك اوف كابلان سيندروم، كور بولماني، كلها. لكن النقطه المهمه اللي تخليها ببالكم السيليكوسز ان الباث فيزيولوجي مال السيركتيف اير واي ديزيز والباث فيزيولوجي مال تي بي، ما انساها وخليها ببالي كلش هاي. اوكي، طبعا هو مثل ما اتفقنا باستثناء الاسبستوسيس البقيه تكون أو تكون عاده الابر بارت اوف بولن تكون افكتيف. وراح اشوف شيء اسميه اكشل كالسيفيكيشن بالليمف نود. ولاحظوا هاي النقطه، هاي الصوره ببساطه شفنا هاي الكالسيفيكيشن. طبعا هو بالواقع هي الصوره تخبل، ما تصور نشوفها بالعراق. ليش؟ لان ببساطه كل الاكس راي تطلع، ما اعرف شلون هاي اللي قدام بالعرض يشوفون الاكس راي، ما قدام يسوي هنا وندر اكسبوجر لو اوفر اكسبوجر، بس اتس اوكي. تشوفون هاي الصوره بنفس الوقت هي هاي يقصدون بها اكشل كالسيفيكيشن. اوكي، هاي الصوره شو هذا الكالسيفيكيشن، فخلوها ببالكم كلش مهم نخليها ببالنا هاي الاكشل كالسيفيكيشن، ما انساها. اوكي، فبالتالي اذا ابدا اعرف عن السيليكوسز علاقتها بالتي بي ما انساها، الاسبستوسز اعرف علاقتها بالبرونكوجينيك والميزوثيليوما والبلورال بليك، وهاي التفاصيل كلش مهم اخليها ببالي هاي النقطه واعرفها. نجي على another disease اللي هي البريليوسيس، اللي هو عادة أشوف exposure للبريليوم اللي هي عبارة عن مادة يستخدمها عادة بالإيروسبيس، وبالإضافة لهذا بمصانع معينة. راح أشوف بي نان كازيتين جرانيولوم، نفس القصة اللي حكيناها طبعا على فكرة أغلب النيموكونيوسيس ممكن أشوف بيها جرانيولوم، أوكي؟ رغم إنه هي مشهورة بالديزيز أكثر من ديزيز، لكن ممكن أشوف بيها البقية جرانيولوم، أوكي؟ وطبعا اللي هو يزيد الريسك للكانسر والكوربال مانير. البريليوسيس هو لويل، واذا راد يجيبوه بسؤال يجيب لك انه ناس تشتغل بالاير سبيس، يعني هاي شغلات الفضاء وهاي القصه، اوكي، لان يستخدموا البريليوم، اوكي، فخلي ببالي هاي النقطه. بالمقابل كول وركر نيوموكونيوسيس، طبعا هو ايضا بالابر كل هذا، اوكي، راح يصير نتيجه البرولونج اكسبوج للكول داست، اوكي، يعني مثلا يشتغل واحد يشتغل بمنجم فحم او هيك شغلات برولونج اكسبوجر ممكن يصير عنده. الماكروفيج طبعا هي المفروض المسؤوله عن هذا، فيصير عندي شيء ماكروفيج لايدن وذ كاربون، اوكي، فبالتالي هذا الاكتيفيشن الماكروفيج يسوي لي ريليز الفايبروجينيك فاكتور، فيصير عندي فايبروسيس. احيانا اللنج يصير بلاك كلر، فيسموه بلاك لنج ديزيز. ليش؟ على لون الفحم. ويزيد الريسك اوف كابلان سندروم اللي حكينا عنه، حكينا انه يصير عندهم نيوموكونيوسيس وذروماتايد ارثرايتس and intrapulmonary nodule. اوكي، هذا
هاي روماتويد ارثرايتس وذ كول ووكر ميوكنيوسيس، هذا اسميه كابلانت سندروم، فخلوها ببالكم. طبعا اضافه لهذا يقول لك احيانا يصير عندي انثراكوسيس اللي هو اسمتوماتيك نتيجه الاكسبوجر للسوتي اير، يعني فد الاير خلينا نقول طبعا موجود بالعراق مثلا اللي هو هذا الاير كله ملوث، وهاي ممكن يصير هذا الشيء. طبعا اللي تطلع منه من النيموكونيوسيس او كديزيز بصوره عامه سواء كان اسبستوسيس سيليكوسيس كول ووكر، ان هو يا بارت من اللنج راح ياثر وشنو بي كومبليكيشن. الكول ووكر اخلي ببالي كابلان، اسبستوسيس اخلي ببالي ميزوثيليوم وبرونكوجينيك كارسينوم وبرونكوجينيك مقدمه طبعا اوكي، واخلي ببالي الاسبستس بدي ما انسى. بالمقابل السيليكوسيس اخلي ببالي تي في والايج شيلف كالسيفيكيشن، كلش مهم اخلي ببالي هاي المعلومات. هاي الصور عندي قدامي تمام اوكي. نيجي نحكي على اخر ديزيز عندنا بمحاضره اليوم اللي هو الميزوثيليوما. الميزوثيليوما هو عباره عن مالجنسي يصير بالبلورا اوكي، دائما مرتبط ويا الاسبستوسيس، لكن اتفقنا انه الاسبستوسيس يزيد الريسك للبرونكوجينيك اكثر من الميزوثيليوما. ممكن نتيجه المالجنسي يصير عندي هيموراجيك بلورال افيوجن، يعني يصير عندي كولكشن اوف فلويد بالبلورا يكون عباره عن بلاد، ممكن يصير عندي اضافه لهذا بلورال ثيكنينج. تشوفون البلورا هنا شلون ثيكنينج، تشوفون هاي الثيكنينج هاي مو طبيعيه هيش ثيكنس اوكي، يصير عندي بلورال ثيكنينج. الهيستولوجي راح اشوف شنو، وهذه حكيناها، وهسه من ترجعون على الجنرال برنسبل باثولوجي تتذكروها. من الدفرنشال دايجنوسيس اوف ساموما بادي كان عندي شنو، كان عندي ميزوثيليوما صح لو لا؟ بالضبط تذكروها. اضافه الى هذا التيومر سيل اذا اسويها بالالكترون مايكروسكوب راح اشوف ممكن مايكروفيلاي، راح اشوف ديسموزوم، والديسموزوم حكيناه وشفنا شلون قايل شكله بالضبط من حكينا على الماسكولوسكيلتال اوكي، وممكن اشوف تونو فيلمنت. النقطه الكلش هايط انه ترى من الاحيان هو بوزيتيف السيرتين ماركر اللي هي كالريتينين، وهذا احفظوه كلش مهم كلش مهم، هي ما هو معلومه الاسبستوسيس، هاي اهم معلومتين بالميزوثيليوما. الكالريتينين بوزيتيف، اضافه لهذا السيتوكيراتين 5 على اوفر 6 ايضا بوزيتيف. وطبعا اضافه لهذا تقول لك انه هذه التو ماركرز تكون مميزه ليش؟ لان بوزيتيف بالميزوثيليوما وتكون نيجاتيف باغلب بقيه الكارسينوما، لكن الكالريتينين كلش مهم ودائما يسالون عنه، لا وتخلون من بالكم ايضا السيتوكيراتينين. طبعا النقطه عجيبه انه الميزوثيليوما التوباك سموكينج نوت ريسك فاكتور فور ميزوثيليوما، فبالتالي الميزوثيليوما اذا بدي اعرف كم معلومه عنها اعرف علاقتها ويا الاسبستوسيس، اعرف البلورال ثيكنينج، اعرف الساموما بادي، اعرف اضافه لهذا الكاروتين والسيتوكيراتين. هاي النقطه المهمه كلش نخليها ببالنا وما ننساها تمام اطباء. واضحه المعلومات كل زين. احنا هسه باعتبار عوضنا الجزء اللي تاخرنا عنه بمحاضره البارحه، اليوم عوضناه ووصلنا، فتس اوكي ماشيين ويا الجدول اللي خليناه هذا الاسبوع كل الزين تمام. بالنسبه لنا خلاص نتوقف لحد هسه، ما يحتاج نشرح تفاصيل هوايه، اليوم المحاضره سهله